مساء الخير أحبائي وأعزائي، الدين لله والحب للجميع. 10 فنانين تزوجوا رغم اختلاف الديانة. الدين لله والحب للجميع شعار رفعه عددا من مشاهير الفن في ارتباطهم بشريك حياتهم، إن كان مختلف معهم في الديانة. فاتن حمامة وعمر الشريف، قصة الحب الشهيرة التي جمعت بين الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف واجهتها بعض الصعوبات، حيث كان الفنان الراحل عمر الشريف يدين بالمسيحية، إلا أنه اعتنق الإسلام وتزوج من فاتن حمامة سنة 1974. ليلى مراد وأنور وجدي، اتخذت الفنانة الراحلة ليلى مراد قرارها بالتخلي عن ديانتها اليهودية أثناء زواجها من الفنان أنور وجدي، واستمرت الراحلة على ديانة الإسلام أيضا بعد انفصالها عن الفنان الراحل أنور وجدي. تخلت الفنانة الراحلة صباحا عن الديانة المسيحية واعتنقت الإسلام للزواج من المذيع أحمد سراج، ولكنها عادت للمسيحية مرة أخرى بعد الانفصال. سميرة أحمد قرر المنتج صبغ غطاس التخلي عن ديانته المسيحية حتى يستطيع الزواج من الفنانة القديرة سميرة أحمد، مايا دياب وعباس ناصر. تحدث اللبنانية مايا دياب الجميع وتزوجت من رجل الأعمال الشهير عباس ناصر المسلم رغم اختلاف الديانة، وأنجبت منه طفلتها كاي قبل أن يحدث الانفصال في عام 2015. لميس جابر ويحيى الفخراني، تزوج النجم يحيى الفخراني المسلم من السيناريست مس لميس جابر المسيحية، وصرح الفخراني أكثر من مرة بأنه لم يجد أي معارضة من الجانب أسرته للزواج من فتاة مسيحية. كانت زميلته في كلية الطب تعرف عليها الفخراني في أحد الأيام بكلية الطب على المسرح الجامعي عندما كان يعرض مسرحية براند شو. عاصي الحلاني وكولي بوليس، المطرب اللبناني عاصي الحلاني وتزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بوليس، وأنجبت منه ابنائها الثلاثة مارينا ودانا الوليد، رغم أنه يدين الإسلام وهي تدين المسيحية. التقت الفنانة لبنى عبد العزيز لأول مرة بالمنتج رمسيس نجيب عام 1957 ووقع في غرامها سريعا وعرض عليها الزواج، إلا أن هذا الزواج تطلب من رمسيس نجيب أن يتخلى عن ديانته المسيحية ليتزوج من لبنى. سلوى خطاب وأسامة فوزي، غير المخرج أسامة فوزي الديانة من المسيحية إلى الإسلام في أواخر التسعينات ليتزوج من الفنانة سلوى خطاب، والذين بدأت علاقته في عام 1996 بعد إخراجه لفيلمها عفاريت الأسفلت. وفاء الكيلاني، المذيعة وفاء الكيلاني تزوجت في عام 2008 من توني ميخائيل رغم أنه مسيحي، وكانت وفاء قد تعرفت عليه أثناء عملها في قناة ARD، واستمرت علاقتهما التي بدأت بصداقة إلى أن تحولت إلى علاقة حب، فقرر الزواج وتخطى العقبات التي واجهتها بالزواج المدني، وأنجبت منه ابنتيها جودي وريان. أحاديث كثيرة وكلام كثير، وهناك من يعلن إسلامه وهناك من يعلن المسيحية، ولكن شعارهم الفنانين الدين لله والحب للجميع. 10 فنانين تزوجوا رغم اختلاف الديانات. أمور عجيبة وأمور غريبة تحدث بين الفنانين، ولكن ليس لنا دخل آخر في هذه الأمور. كل شخص له يحق يفعل ما يفعل، ولكن نطلب من الله أن يعفو مصر من الغلاء والوباء، وأن يعطينا السلام ويعطينا الحب. وانتظر معنا فيديو أقوى وأقوى. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتفضيل وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا، وهنا أيضا انتظر معي فيديو قوي جدا جدا لجميع المسيحيين، بشرة سارة لجميع المسيحيين لهذه الفئات. لن تتوقع ما يحدث من الدولة لصالح المسيحيين عفوا. شكرا لكم أحبائي، واسمع الفيديو وإن شاء الله هتكون سعيد ومبسوط. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. خبر جميل وخبر مفرح، إعانة مادية لجميع المسيحيين للمسيحية المنفصلة دون طلاق كنسي. طب والتفاصيل بتقول إيه؟ حدد مشروع قانون التضامن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وحدد
المقرر يناقشه في مجلس النواب في جلسته العامة بعد موافقة عليه لجنة التضامن الاجتماعي في وقت سابق. وقالت إيه بقى؟ الفئات المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة، وكان من بينهم المرأة المسيحية المنفصلة بدون طلاق كنسي. وجاءت المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المرأة المنفصلة المستحقة للدعم بأنها المسيحية المنفصلة عن جوزها وما اتطلقتش طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها. معرفش هي الرئاسة الدينية بس يعني ما علينا. وفي السياق ذاته تتجه الدولة المصرية في هذه الفترة لتقنين أوضاع الأسرة المصرية، وكذلك توفير الدعم اللازم للمستحقين من أجل تحقيق حياة كريمة لهم. أما بالنسبة للإخوة المسيحيين، وحدد مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة التضامن أن يشمل الدعم النقدي تكافل وكرامة أسرة مجهولة العائل التي هاجرها عائلها أو غير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 أشهر، ومزود بذلك بمحضر من قيم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية وفقا لتعريفات والأحكام العامة للقانون والضمان الاجتماعي والدعم النقدي من باب الأولى. كذلك يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التأوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم الفني والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يقوم لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ألف مبروك للإخوة المسيحيين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. لا تنسى الاشتراك بقناة الملكة والأمير.